لمسة رائعة من ساكا. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. ساكا، نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية وينجح في استعادة الكرة سريعا. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. كاسيريتو، تمريرة قوية أكثر من اللازم. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. عرضية داخل ال 18، يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض إلى خارج المرمى. كولو وصل إلى الكرة، تمكن من السيطرة عليها. ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. هاري كين، هودين، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. إمكانية مرتدة الآن. ماديسون، ساكا، إنجلترا يمكنهم تنفس السعداء الآن. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. فودين يخترق من اليسار. تشوبو موتينغ، ماديسون، ماونت، لمسة على اليسار، ينجح في بعادها عن مناطق الخطورة. فرصة خطيرة، هنا كرة نحو الأمام لكنها لا تصل بالشكل المطلوب، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. والآن فرصة للتحول للهجوم. رمية جانبية. إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية تماس. فاي، ساكا، وفي سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل أبيض بدون أهداف. سامبونغويزا تحرك بقوة هائلة، كرة تمر بسلام على المدافعين. طريقة الاستحواذ على الكرة ليست بالجديدة في كرة القدم، طريقة تطورت كثيرا عبر مراحل مختلفة. لا نشاهد فرق تقدمها وكل فريق يضع بصمة مختلفة عن الآخر، لكن العامل المشترك أنها تعتمد دائما أسلوب الاستحواذ كأهم شيء، وكذلك حرمان الخصم من الكرة. كرة خطيرة على اليسار. مونت عازم على اختراق الخط الدفاعي بهذه المحاولة، ربما فشل في هذه المرة لكن من يدري، ربما ينجح في المرة القادمة. ثقة كبيرة لتحدي خط الدفاع بهذه الطريقة الجريئة. ربما كان أنانيا بعض الشيء لكن أحيانا أيضا الحل الفردي يصنع الفرق. عدت الكرة ورمية التماس. Substitutions taking place. تكون هذه فرصتهم. كرة طويلة للأمام، يلعب كرة على اليسار، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة.
يلعب كرة عرضية، ضربة رأسية، تلعب كرة جميلة، جول. إنجلترا افتك الكرة بدون أخطاء، من هنا بدأت الخطورة، نجحوا في استغلال الفرصة والهجوم والمرتد السريع ثم ترجموه إلى هدف. Number 9, Harry Kane. تغير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. نكولو. كوندي. توكو إيكامبي يستقبلها في وضعية جيدة. توكو إيكامبي. يرسل هدف، كرة رأسية، وضاعت فرصة محققة لإدراك التعادل. الحارس كان حاسما هنا، اتخذ القرار الصحيح وتقدم ليمنع الخطورة، بالتأكيد أنه نجح في ذلك. Substitution. يتوقف اللاعب في هذه الأثناء مع أيضا مع إجراء تغيير. كرة بعيدة عن المرمى، الكرة ملعوبة من مسافة. إنجلترا أكيد يرغبون في تعزيز التقدم وعدم التراجع والدفاع فقط. هدف آخر راح يخلي الفريق يلعب بأريحية أكبر، ولهذا رأينا هذه الفرصة. رايس. إنجلترا متقدمين 1-0 ويحاولون الحفاظ على هذه النتيجة. يمرر كرة ولكنها بعيدة جدا. الكاميرون عليه استغلال هذه الفرصة لإدراك التعادل، لأن المباراة دخلت في الوقت الحساس، دقائق الأخيرة. هاري كين. Two added minutes has been indicated. فودين يلعب كرة بينية. هاري كين. What's up?